إذا كان عندك سيارة وتعطلت شو ممكن تعمل؟ إذا كانت بنص الطريق بحاول إلجأ صفة يا يمين يا شمال وبلجأ لشي صديق إلي شوي بحوص بعدين بتصل بحدا بعرفه يعني خرج إنه يعمل لي شي يعني يصلح لي السيارة. والله بدي دق لصديقي أو لشي حدا يجي يساعدني أو إذا أنا ممكن أتصرف. الحمد لله رب العالمين ما عندي سيارة بس بتمنى يكون عندي سيارة. أكيد بدي شوف شو العطل، دور على العطل وشوف إذا فيني مشي أو لا. بوقف على اليمين وبحط المثلث ورا مني على بعد شي كيلو شي 200 متر أو 100 متر بالأحرى مشان السيارة مشان ما أعمل حادث أو أعمل أي إشكالات على الطريق وبصلح. لو كان عندك سيارة وتعطلت بالطريق شو بتعمل؟ منحاول نصلحها بالبداية أو بناخذ أقصى اليمين ومنصفها على اليمين ومنستنجد بالميكانيكا. هي أول شغلة مستحيل أسويها أني لا بشتري السيارة ولا حتى هي كتير بخاف. بحاول اتصل بالميكانيكي انه اذا في مجال يجي صلحها، اذا ما في مجال بنحاول ناخذ على منطقه صناعيه. كلمه لشرطات المرور. بهنيهم على اخلاقهم العاليه والله يعطيهم العافيه لانه عم بيوقفوا اكثر من 10 ساعات بالشمس ونحن لازم نكون ايد لهم وعون لهم. بحب حيهم كثير بعيدهم بيصادف باربع ايار كثير عم يتعبوا من شاننا مشان ينظموا السير بالبلد. بتشوف عم يقضوا الساعات الطويله واقفين يعني عم يتعبوا كثير من شاننا. شرطه المرور يعني كثير بيتعبوا، انا احيانا كثير بتضايق يعني بتحسيهم لبكي يعني المرور يعني اي غلط اي شيء ممكن يعرض لاي شيء فبقول لهم يعطيكم العافيه وميرسي لكم. الله يعطيهم العافيه. كل عام وانتم بخير للشرطه وللمرور. كثير من حي رجال الشرطة كلهم بشكل عام. الشرطة بشكل عام عم تتعب وعم تسهر لحماية هالمواطنين. من عايد وانا بنقول لهم كل سنة هن بألف خير.